على مدار الأربعين سنة الماضية أثبتت شركة إنرجي إنترناشونال نفسها كشركة رائدة في الشرق الأوسط من خلال مشاريع نفذتها في مجالات عدة كأنظمة مواقف المركبات، أنظمة النقل العام، تصنيع وتوريد معدات أنظمة التدفئة وتكييف الهواء، توريد وتركيب وصيانة أنظمة إدارة المباني وأجهزة التحكم. يعتبر قسم المواقف والنقل العام في الشرق الأوسط الحاصل على شهادة الآيزو رائداً في تنفيذ وتشغيل وصيانة أنظمة عالية الجودة مصنعة في ألمانيا ودول أوروبية أخرى، منها أنظمة المواقف الذكية، أنظمة النقل العام على مستوى المدن، أنظمة توجيه المركبات الذكي، أنظمة تحصيل الأجرة للنقل العام، أنظمة تغريم المخالفين، وأنظمة المعلومات للركاب. قامت معظم المدن الحديثة والمتقدمة بتطبيق أنظمة ذكية لمواقف المركبات على مستوى المدينة لإدارة المواقف العامة المدفوعة الأجر. والهدف من هذه الأنظمة هو تعزيز قدرة السائق على الحصول على موقف بسهولة داخل المدينة، مما يعزز الأعمال التجارية، كما يوفر إيرادات للحكومة يمكن استخدامها لتحسين البنية التحتية للمدينة. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال وسيدات الأعمال المتميزة. اخترنا لكم اليوم رجل الأعمال الدكتور نواف فواز. دكتور نواف، نورتنا اليوم، نورت شاشة قناة ABC وبرنامج رواد الأعمال. حابين نتعرف أكثر عن الدكتور نواف، يخبرنا عن بداياته وكيف بدأ مسيرته المهنية. هذه حكاية طويلة، هذه عمرها 80 سنة شو. ما شاء الله. عرفت كيف؟ يعني أنا بالأساس نحن لبنانيين، وبعدين تعرف نحن الديركشن تبعنا كانت أهم شيء إنه العلم أكيد. كان هو الأساس اللي بيقودك لأي شيء بدك إياه. كان العلم من اهتماماتنا الرئيسية. فبعد ما خلصنا في لبنان وكانت بدايات المشاكل في الدولة اللبنانية، بدايات الصراعات، ونحن ما بنحب هالأمور، وما كانت من نحن كنا أكثر بالتعليم والعلم والأشياء. فرحت على أمريكا مشان كفي العلم. شو كان التوجه دكتور بعد التعليم؟ وبعد ما خلصت التعليم، شو كانت الفكرة وراء القدوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في هذاك الوقت خصيصاً؟ والله أنا بعد ما رحت على أمريكا وخلصت التعليم هناك، وكنت مستشار في الأمم المتحدة. بعدين سألوني إذا بيجي على الإمارات، قلت لهم إيه بيجي على الإمارات، وجيت على الإمارات واستقريت فترة طويلة. وبنينا أسرة وقعدنا وصارت بلدنا، يعني ما عدنا. حتى المضحك بالموضوع أنه بعد منها ما رحت ولا سنة كاملة على لبنان، يعني كامل ما رحت ولا سنة، يعني كنت روح شهر ارجع بس، مجرد زيارات يعني. اي ما كانت. وبعدين هو لبنان صارت أوضاع سوء، فما بتشجع يعني انك انت تروح تستمر هونيكي. اخذت فتره طويله. بعدين نحن عشنا في البلد، صرنا يعني نعرف عن الامارات اكثر ما نعرف عن لبنان. اكيد صحيح. واستمرت حياتنا وشغلنا واعمالنا، وتوزعت على حسب ما بيرغب الانسان يعني. طبعا. خبرنا أكثر عن المشاريع، كيف كانت بدايتك في مجال البزنس الخاص؟ وشو كانت الفكرة الأولى اللي حبيت أنك أنت تبدأ فيها وابتدأت النجاحات من هذيك الفكرة؟ والله نحن ما بعرف إذا كانت هذه صحيح اللي بدي أقوله، بس نحن بطبعنا يمكن اللبناني يعني شعب متحدي بصراحة، بيحب التحدي. إيه نحن بطبعنا أنه ما بيركب الواحد بمطرحة وبيلزق فيها وخلص بيقضي حياته. نحن بطبعنا منحب التشالنج، منحب التطور دائما والتقدم، وبنمشي مع تطور العالم. يعني نحن تطور العالم بنشوفه دائما، بنعتبره انه شيء اساسي انه الانسان يعيش فيه. بالفهم. يعني من الخطأ انه الانسان يعيش كل حياته بالماضي،
وبس شوي لورا الإنسان بده يطلع لقدام وبده يفكر لقدام وبده يقدر يوضع خطط ويوضع أهداف يوصلها في المستقبل، لأنه إذا ما عمل هيك معناتها أنه هو كأنه انتهى يعني. بس الإنسان هونيك بيوقف خلص، بيضل واقف بنفس المطرح بس بدون أي تقدم. نحن طبعنا بقول غير هيك، وتربيتنا وعلاقاتنا بتقول أنه لازم الإنسان يضل يتقدم. صحيح. طالما أنه الإنسان عم بيعيش سليم محترم، يعني ما عليه شبهات ولا عليه شو اسمه، ما في عليه أي مشاكل كويسة، ما بنحبها هذا يعني. ونحن طبعنا نعمل الشيء المنيح والخير، والفلوس ما إلى قيمة كبيرة. الناس بتفكرها أنه مهم، الحقيقة ما إلى قيمة كبيرة. القيمة الكبيرة إنه الإنسان يكون هو شخصيته منيحة ويكون محترم بين الناس ويكون بيأدي دوره على قد ما عنده. ما شرط إنه يكون عنده مليارات حتى يعمل خير، بيعمل خير بالخمسينات بالمئات على قده. صحيح. هذا الإنسان بيعمل وإنسان، لكن المفترض إنه الإنسان دائما يسعى إنه يكون أحسن ويسعى إنه يكون لقدام. بس لكن بيضل بالإطار اللي حطه لشخصيته، إنه يكون إنسان محترم، إنسان صادق، إنسان أمين، ما يفوت للأسف يعني بالملاعيب اللي عم بيفوتوا فيها كتير من الكبار. بالفعل. طبعا إحنا اليوم في إحدى شركات دكتور نواف فواز إنرجي إنترناشنال، خبرنا أكثر عن الشركة اللي دخلت مجال التكنولوجيا وبصراحة تفوقت فيها. سمعنا كثير عن إنرجي إنترناشنال، حابين نعرف أكثر المجال المختصين فيه باختصار شديد. والله نحن هذه قضية مرتبطة بالأعمال يعني. أنت بتطلع بتشوف شو اللي ناقص في البلد، شو اللي ممكن تحتاجه. صحيح. فبتبتدي تخطط على كيف بتدخل فيها. فنحن التكنولوجيا بالأساس من فكرنا يعني، مش من اليوم، من زمان حاطين بفكرنا إنه العالم بده يتطور، بده يمشي لقدام، بده يمشي للتكنولوجيا، والتكنولوجيا ما بتوقف. أكيد. بتضل التكنولوجيا متطورة، اسمها طبعا تكنولوجيا، لكن بتبتدي بكمبيوتر وبتنتهي بصناعة شو اسمه روبوت بيعمل العجائب. يعني من الأشياء المضحكة إنه نحن الأول ما عملنا المدارس، فتحنا المدارس، أول ما حطينا دخلنا فيها التعليم عن طريق الكمبيوتر. كل تلميذ لازم يكون عنده لابتوب وبيجي وبيقعد بالمدرسة. احتجوا علينا وقالوا غلط، هذا ما بيصير. قلنا يا إخوان معلش، هذا العلم برا عم يتطور هيك، ما أنتوا بالنهاية بتصيروا. قالوا أبدا، أنت مضطر تعلم الأولاد بالطبشورة وباللوح. قلنا له إن إحنا ما بدنا نعلم بالكمبيوتر بالتكنولوجيا، نواكب العالم يعني. مثل ما بيقولوا مواكبة العالم. فالمضحك إنه حطوا قرار، قالوا لا، أنت بتعلم بنا بنسمح لك تعلم بالكمبيوتر، بس بدك كمان تعلم للي ما بده كمبيوتر يتعلم على اللوح. قلنا له أوكي، علمنا أول سنة، والسنة الثانية طلبوا مننا إن نحن نروح نعلم المدارس الثانية كيف تستعمل الكمبيوتر في التعليم. يعني القضية إنه أنت بتسبق العالم بخطوة صغيرة، لكن بتبقى خطوة يعني بتفتح مجال. أكيد. بالفعل. مجال كبير. فهذه بنفس الشيء بالنسبة لإنرجي. إنرجي إلى كتير يعني من التفرعات، بس بالنسبة للتكنولوجيا يعني نحن كنا بارتنر مع شركة ألمانية اللي هي بتصنع التكنولوجيا، وهولي بالحقيقة متطورين. في واحدة ألمانية وواحدة شركة ألمانية وشركة سويسرية، فهولي هن اللي كانوا متطورين بالتكنولوجيا، واشتغلنا نحن وياهم بارتنرشيب لفترة تقريبا 25 سنة نحن وياهم. وعندنا نحن بهالفترة مجموعة كبيرة من المهندسين
اللي هن بيتدربوا بيتعلموا، والتكنولوجيا هي صناعة عقل، يعني عقل هو اللي بيعمل التكنولوجيا. التكنولوجيا ما هي قضية، يعني إذا العقل عم يشتغل بيطلع التكنولوجيا. فنحن صرنا بنصنع التكنولوجيا هلأ، نحن بنصنع كل التكنولوجيا المطلوبة لأي شيء بدنا إياه هون في البلد، ما عندنا مشكلة. بالأول كنا نعتمد على أصدقائنا الألمان أو السويسرية، وفي من هولندا كمان، ما عندنا كتير بحاجة إلهون، نتعامل نحن وياهم، بس ما عندنا بحاجة إنه صرنا نحن بنصنع التكنولوجيا المطلوبة مهما كانت، وماشي الأمور بإنرجي من أحسن ما يكون. أكيد. وإنرجي يعني نحن مش بالإمارات بس، بالإمارات وبقطر وبالكويت وبالسعودية وبلبنان وبمصر وبأمريكا طبعاً. بأمريكا يعني كبير، يعني هي أم الشركة بأمريكا بالأساس. طبعاً دكتور نواف، حضرتك من رجال الأعمال المتميزة، خبرنا أكثر عن مختلف الأعمال اللي حضرتك افتتحتها أو اللي مساهم فيها حضرتك بعيداً عن انترناشنال انرجي. عندنا نحن انرجي مثل ما بتعرف هذه أساس، عندنا مدارس، هذه المدارس كمان صرنا نحن تقريباً 22 سنة فاتحين، وهذا الفيلد اللي أنا بحبه بالأساس، يعني اللي هي المدارس. ففتحنا المدارس، أول ما فتحنا بالشارجة، فتحنا مدرسة اسمها الشارقة الأمريكية الدولية. نحن هي أمريكية دولية بس لأننا بالشارجة سميناها الشارجة الأمريكية الدولية. وبعدين عممنا الاسم على كل الفروع اللي عملنا، فتحنا في دبي، وفتحنا في أم القوين، فتحنا في أبو ظبي، كلها مدارس ثانوية ومدارس الحمد لله من المدارس المتميزة والمتفوقة، وبيقدر الواحد يعمل تشيك بيعرف شو المستوى تبعه. يعني ما شاء الله 22 سنة خرجت أجيال، مو جيل ولا ايه، عندنا ناس كتير تخرجوا، عندنا رجالات دولة صاروا ما شاء الله. فهذه الحياة هيك، يعني هذه الحياة وهذا التطور هيك بيمشي. فالمدارس لما عملناها كمان عملناها بمفهوم متطور، يعني مش بمفهوم انه والله جيب استاذ وحط صف وبيمشي، لا، نحن كنا نركز كتير على تدخل الاهالي بالمدرسة ويجوا ويقعدوا معانا ونتناقش نحن وياهم على الاولاد وعلى سلوكهم وعلى تعليمهم، كيف منخلي الاولاد يتعلموا، كيف منخلي يصير له شخصية مستقلة يقدر هو يعمل اللي بده اياه، اللي بيحبه، يدرس، والاشياء اذا كانت صعبه كيف هو بيسهلها. فكانت الاهالي ولا زالت الاهالي من اهم المساعدين بالنسبه لنا، ونحن بنشتغل يعني هذه اختصاصنا اللي هو التربيه، يعني كيف انت بالعصر الحديث بدك تربي اولادك وكيف بدك تعلمهم. والأساتذة اللي بيجونا، هي مشكلتنا نحن مع الأساتذة أكثر، إنه الأستاذ بيجي مثلاً متخرج من 20 سنة أو متخرج من 15 سنة أو من 10 سنين، بيجي بس بذهنه اللي هو تخرج فيه واللي هو تعلم فيه. صحيح. والطريقة والوسيلة اللي هو الأسلوب اللي هو تعلم فيه، فبيجرب يطبقهم هول، ونحن بنقول لهم إنه أوكي، ما هي التربية والتعليم، تطور الإديوكيشن بتتطور، ما بتثبت، ما بتضل واقفة. يعني كل سنة في آراء وفي أفكار وفي أشياء حديثة في التربية والتعليم بتدخل، بده تلحق التلاميذ تاعك لازم يوصلوا إليه. إذا ما أنت كنت على اطلاع شو عم بصير في العالم وما كنت جاهز على أنك تطور مدرستك، بتصير مدرستك متخلفة. مثل الطب، لما دكتور بيتخرج من الطب بيتخرج طبيب كامل، لكن إذا ما تابع شو موجود في الطب 5 سنين بيصير أمي. صحيح. لأنه صحيح. كل شيء عم يتطور، مدام عم يتطور أنت بدك تتطور معه، وأنت بدك تزيد معرفتك وبدك تطور الأجهزة تبعك. نحن عندنا مشكلة إنه ما بيحبوا، ما بعرف ليش، قليل منهم اللي بيحب إنه يتطور، لا، لأنه بتكلف وقت
وبتكلف جهد. وهو الواحد يعني عندنا إذا خلص ما عاش في لزوم يعمل جهد أو يطور حاله، ما خلص عمل اللي عليه. لا، هذا مش صحيح. اليوم العالم كله بيتطور وكل شيء في تطور، بده يضل الإنسان دائما يعمل المعرفة تبعته up to date. أكيد دائما، حتى يقدر الإنسان يضل ينافس العالم برا. يعني هلأ اليوم عندنا نحن إذا واحد عم يتطلع عم يسمع الشيوخ البلد الله يحفظهم، رئيس الدولة ونائب رئيس الدولة، يعني ناس متطورين أكثر مننا بالفكر وبالعقل يعني عم بيقول لك إنه أنا بدي أولادنا ينافسوا الأولاد الأوروبيين كلهم، وليش لا؟ ليش ما بينافسوهم يعني؟ ينافسوهم بالعلم بالمعرفة وباللغة. ما هي اللغة منين؟ اللغة بيتعلمها الولد. مثل هن يمكن أولادنا، أنا برأيي إن أولادنا جاهزين، بس بدك الطريقة والأسلوب اللي بتدخلهم المعرفة بينجحوا وبيمشوا من أحسن ما يكون. طبعاً أكيد. طبعاً دكتور نواف، كرجل أعمال متميز في دولة الإمارات العربية المتحدة، حابين نسمع منك نصيحة للمستثمر اللي حابب يبلش حياته في مجال المشاريع الخاصة ويبتعد مثلاً عن مجال الوظيفة، أو يبلش يشوف مشروع خاص مشان إنه يكبر ويتطور معه. والله ما بعرف، ما بخاف إنه يزعلوا مني، لكن الحقيقة في ناس مهيئة تكون تعمل بزنس وفي ناس مش مهيئة تعمل بزنس. ممكن تشتغل ممتازة وبتنجح بعملها وكويس. البزنس بده شخصيات تتحمل، لأنه فيها إيجابيات وفيها سلبيات، واللي عم يعمل بزنس الخاص تبعه ما في روح الساعة 3 بعد الظهر خلص ويروح ينام ويرتاح، ما فيها راحة. بده يضل مشغول بشغله بالبزنس تبعه، بده يضل يتابعه وبده يضل يقبض ويدفع، ويعني عملية متعبة للإنسان اللي ما بيحبها أو الإنسان اللي ما بيقدر عليها. صحيح. ففي ناس فيها للبزنس وبتقدر تعمله، في ناس أنا بنصحها ما تعمل بزنس، تأخذ وظيفة وتأديها وتبقى منيحة وناجح بحياته ومحترم وكل شيء. ما شرط انه البزنس ما أكيد. بتقدم ولا بتاخر، لكن هي هذه رغبه وهذه استعداد. اذا الانسان عنده استعداد وعنده الرغبه إيه بيقدر، لانه هي متعبه، البزنس متعبه. منا اذا بدك البزنس ينجح وبدك تخليه ناجح مستمر بدك تتعب. اكيد طبعا، ما فيش يعني ما بيجي طبعاً. ما بيجي هيك عمليه سهله انه انا فتحت بزنس، لا ما بتزبط. طبعا حضرتك تكلمت وخبرتنا انه ما في سقف للطموح وما في سقف ان الواحد يضل يطور من نفسه. حابين نعرف احنا شو الهدف اللي راسمه الدكتور نواف للسنين الجاية بإذن الله. لكن اهداف كتير بتحطها براسك، لكن الظروف الحياتية اليوم والظروف الاجتماعية والظروف السياسية بتخليك تراجع كل هالأمور. يعني مش ما عادت انت ما بتعرف فيك تعمل خطة لخمس سنين، ما بتعرف. يعني انسى انك انت بتعيش خمس سنين، والله ما بتعيش، بس الخطة هل يعني بالظروف العالمية اللي صايرة تقلبات دائما، التقلبات الخطرة مش تقلبات عادية. صحيح. بسيطة، تقلبات خطرة وتقلبات يعني بتقلك انه بدك تعد للعشرة قبل ما تعمل أكيد. أي شيء. أكيد بالفعل. فهذه واحدة من المشاكل اللي بنمر فيها. بس الإنسان تولد موجود في الموضوع فيفوت. صحيح. ما يهمه يعني ما يغامر بجهل، يغامر بمعرفة. يعني هو عم يغامر بمعرفة ويعرف حدود المغامرة وين، ويعرف حدود قديش في يمشي لقدام قديش في يرجع لورا. فإذا كان عامل هيك بعتقد إنه بينجح الشخص إن شاء الله. على حسب الظروف والإمكانيات. أكيد الظروف بتلعب دور كبير في الظروف والإمكانيات، ظروف الحياة كمان. مثل ما حضرتك تفضلت وخبرتنا إنه الحياة صاير فيها تقلبات كبيرة وعالمية على مدار العالم كامل. طبعا نجي على نقطة مهمة ومهمة جدا، اللي هي الأمن والأمان
في دولة الإمارات العربية المتحدة طبعا. في ظل الظروف والتقلبات الخارجية في جميع أنحاء العالم، دولة الإمارات أثبتت أنها واحدة من أوائل الدول. أنا في أقول لك شغلي، لأنه أنا على اتصال مع تقريبا كتير دول بالعالم، كتير النعمة اللي عايشين فيها أهل الإمارات ما بيعرفوا قيمتها إلا ليروحوا يشوفوا الناس التانية كيف عايشة. صحيح، عرفت كيف؟ أنت عندك بلد فيها أمن وفيها رفاهية مش موجودة ولا بأمريكا ولا بأوروبا. صح. بتسمع كلام كتير وإعلام، بالحقيقة أنت اللي موجود عندنا في دولة الإمارات ما موجود في بلد، وأنا بحكيها وبتحدى أي واحد يناقشني فيها. أكيد بالفعل، عرفت كيف؟ لأنه بالفعل. أنت الأمن اللي عندك والأخلاق الراقية، أنت تطلع فرجي على التلفزيون تطلع بالحكام كيف بيتعاملوا مع الأولاد، مع الأطفال، مع البنات، مع الكبار. صحيح. يعني بتشوف أنت تواضع والأخلاق العالية. لكن هذه بتدلك على البلد اللي قاعد فيها أنت شو هي. أكيد، عرفت كيف؟ يعني أنا هذه الحقيقة من الأشياء اللي أنا بفتخر فيها لما بحكي برا ولما بروح برا، إنه إذا بكون شوفوا بلد لك النظافة اللي موجودة في بلدنا، روح على أي بلد في العالم، أي بلد بدون استثناء، أمريكا، شو اسمه، أوروبا كلها، الدول الاسكندنافية اللي بيقولوا أنا رايح عليها كلها، مثل بلادنا ما في. أكيد طبعاً، مثل بلادنا ما في بهالمستوى من الرقي، بهالمستوى من النظافة، بهالمستوى من الخدمة اللي بيقدموها لأهل بلدهم. يعني اليوم الخدمة اللي بياخذها ابن الإمارات ما موجودة في الدنيا، ما موجودة في الدنيا. صح. عم ياخذ كل الخدمات من دولته، عرفت كيف؟ وعلى أعلى مستوى كمان. ايه، على أعلى مستوى. بعدين إذا نقصوا شيء بيروح يطلب، ما في مشكلة بيروح بيعطوه. يعني هذه ما بتلاقي، هذه نادرة لتحسها بالعالم. بالفعل. شيل دولتنا ما عاش فيه ولا واحد تاني مثله، ولا بلد تاني في العالم طبعا أبدا. طبعا هذا نتاج العمل والمثابرة من شيوخ دولة الإمارات العربية المتحدة، الله يحفظهم إن شاء الله ويطول بأعمارهم. حابين نوجه رسالة شكر من الدكتور نواف لشيوخ دولة الإمارات العربية المتحدة. إيه شيوخنا، نحن الحقيقة الواحد مش بده بقول لك بيعجز عن إنه يشكرهم كفاية، بالحقيقة بيعجز عن إنه يعطيهم الصفات اللي هن بيستاهلوها، لأنه هي أكبر من كل الصفات اللي بتحطها. وأنا ما بحكي مني واحد جاهل أو واحد يعني عادي، أنا بفهم الناس وبعرف الأشخاص وبعرف الأفراد وبعرف إمكانيات الناس. اللي بيعملوه مسؤولين دولة الإمارات شيوخهم لشعبهم ما نعمل بالدنيا. أكيد. أتحدى واحد يجرؤوني. بالفعل. فأنا ببارك لهم الحقيقة بحكامهم، ببارك لهم بدولتهم، ببارك لهم واللي هي دولتنا الحمد لله. يعني نحن صرنا أولاد الإمارات، المقيم والمواطن على حد سواء بصراحة. في هذه البلد يعني عايش بأريحية ومنفتخر فيها. نحن منفتخر فيها، مش هم منفتخر فيها برا. أكيد. نطلع برا ونفتخر، ولما بيجوا بيحكوا من قلهم وما منفضل عليها دول الحقيقة، ما منفضل. يعني أنا اليوم، نحن اليوم فكرنا عالمي، ما عاد فكرنا محلي. نحن مننظر للعالم كله، منشوف كيف العالم كله عم يتعامل مع الناس وكيف عم يتعامل مع المواطنين تاعه. ما في مثل هالبلد محل في الدنيا. أكيد. ما في. أكيد بالفعل. وهذه الحقيقة يعني. ما طبعا دكتور نواف نورتنا اليوم. تسلم. وشرفتنا ببرنامج رواد الأعمال. حابين نتشكرك جزيل الشكر على ظهورك معنا في هاي الحلقة. حابين نختم حلقتنا اليوم وحابين ناخذ منك كلمة لجميع مشاهدين برنامج رواد الأعمال. والله لقلك شكرا لكم وأهل وسهلا فيكم. ويعني نحن شو بدنا، ما بدنا نعطي مواعظ، بس بدنا نقول انه كل واحد اول شيء يفهم انه عايش بدولة فيها كل الخيرات.
صحيح. وفيها كل الأسباب اللي بتخليك تنجح. كل الأسباب اللي بدك تنجح بتلاقيها موجودة، فيستغلوها لهالظروف أكيد. وينجحوا ويمشوا، والبلد ما فيها شيء. تاني شيء، في شغلة نحن منحب نقولها، إذا أنت بدك تنجح اترك السياسة للسياسيين. صحيح بالفعل. نعم عرفت كيف. واترك الـ 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 الحرب للحربيين للعسكريين. انت اشتغل في ظروف العمل والشغل وانتج وانجح، وهذه هي حرب عادية يعني. صحيح. عرفت كيف. حرب الاقتصادية فعليا. الاقتصادية اللي بيعيشها الفرد في هذا الزمان هي فعليا صعبة وصعبة جدا، والنجاح فيها يتطلب مقومات لازم تكون قوية، منها النجاح والمثابرة مثل ما حضرتك ذكرت لنا. شكرا مرة أخرى دكتور نواف. إلى هنا أعزائي المشاهدين ننهي حلقتنا المميزة مع ضيفنا المميز. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي أمان الله. شكرا لك.